من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني. شو هي؟ أنا بفهمش عربي كويس. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني. لا وانتو عايشينا انت بتستعمليه وهي بتستعمله حرير. شو 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 نايمة؟ شو هي نايمة؟ ايوه يعني انت نايمة. ايوه على اليمين ولا على الشمال؟ على اللي شغال. على اللي شغال. ايوه شو يعني شغال؟ يعني على اللي شغال. على اللي نافع يعني. على النافع. انت هي قالت نايمة يعني مطرح ما بتحط راسها ومرتاحة بتضلها مرتاحة. انت مخدة. مخدة؟ لا مخدة. على فكرة بدي لكم شيء عن جد بدي احكيها هاي الكلمة. انا ما بستحي اصلا انا وقح بس بدي اقولها. هي لا عاملة بوتوكس ولا حاطة ميك اب ولا حاطة شيء نهائيا. هيدا جمال طبيعي اللي انا عم فرجيكم اياه والله العظيم. الله شاهد انه هيدا جمال طبيعي. هلا اذا شفت عويناه هنيك الكارثه. نص العالم اللي حيموتوا. من اسطنبول جابوني على القصر العالي حطوني وعلى الحرير مشوني. سلطان سليمان يعني؟ شو 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 سلطان سليمان؟ قليلهم هيك للجمهور عم يحضرونا. سلطان سليمان هو؟ هو؟ معقول يكون ناطرك؟ لا افترضنا كان ناطرك بتروحي لعنده؟ لا اوف والله كبيرة انت ما بتروحي لعنده. شفتوه؟ شفتوا البنات قد ايه قوية؟ ايه شو يعني اذا سلطان؟ اخر همه. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني. ايه بكتير عم تعب علي. قول يكون عريس يعني جايكي عريس؟ لا ما في عريس؟ لا. طب معقول تطلع على الزحلة وفجأة يقولوا لك اهلك متقدم لك عريس؟ لا ما في هذا الاحتمال؟ لا يعني اهلك بيستشاروكي ولا انت بتقولي لهم انا رأيي وحرة فيه؟ انا رأيي وحرة فيه، انا بنقي وبسألهم. انت بتنقي. انت كيف بتحبي المواصفات اللي عنده اياها؟ قولي لي بس لنعرف شو بدنا نحكي معه. اوكي يكون ذكي. إيه. يكون معه مصاري. اوكي لانه اذا ما معه مصاري شو بدنا فيه؟ كيف انا اشتري بيت ونتجوز؟ ايه بدنا نتجوز شو؟ ايه وبعدين زحله كثير حلوه ضيعتنا. يصح لك. ايه يصح لك. وايه وحسن عبد الله من عندكم كمان. ها شو اسمك؟ حسن عبد الله. حسن عبد الله. اوكي حلوه. يا خلص ما اللي بيعاشر من زحله بيصير من زحله. بتصير زحلاوي. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني يا كبير. على الحرير مشوني. اكيد رح اتجوز. لا لا شو 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 اكيد رح اتجوز. عم تحكي قول لهم هيك الا للعروس اكيد هي عم تحضرك هلا. الا قديش بتحبها؟ الا انا وياك من الا يا خي قديش بتحبها؟ الا 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 بحبك. لا يا زلمه. طب الا بحبك على الواطي. على الواطي. طب بحبك على الواطي. لا على الواطي بحبك. لا صرت واطي كثير بنعلي شوي. على الواطي بحبك. لا خليها على العالي. لا خلص بزيد. طب على العالي بحبك. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني. وعلى الارض نيمونا. وعلى الارض نيمونا. على الارض بطحوه. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني. بيجيني خبر حلو من برا. اوف شو عم تحكي؟ صح عن جد عم تقولي؟ هيك قلبي بيقول. ليكي انا بكل صراحه يعني انا عم بسالهم انه شو الجواب بس انا حللتها هيك. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني يعني في خبر. يعني في خبر حلو جاي من برا ان شاء الله. قولي لهم هيك للجمهور عم يحضرونا. بيجيني خبر حلو من برا ان شاء الله الي والكم. هيدا خبر كثير حلو كلكم رح تنبسطوا فيه. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني. سهل كثير. انت شو بتتمني بحياتك؟ ابدا مش سهله. منا سهله؟ لا منا سهله. عن جد سهله. شو؟ سهله. تياب شو؟ تياب؟ يعني معقول يكون في تياب باسطنبول بتحكيها؟ شو؟ ممكن. ما بعرف. انت شو بتقولي؟ والله ما بعرف والله ما بعرف. ايه؟ والله ما بعرف فستان. 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 وانت شو؟ ما بعرف. ما بعرف وهي ما بعرف. انا ما بعرف انا. صبايا عن جد ثانك يو. من اسطنبول جابوني وعلى القصر حطوني وعلى الحرير مشوني.
شو الجواب؟ شو الجواب؟ يلا ايه 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 لمقص.